التحضيرات على قدم وساق. مصر هتستضيف المنتدى الحضري في نسخته العالمي في نسخته الـ 12 ده امتى؟ في خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر المقبل. ده هيكون في القاهرة بعد غياب قد ايه؟ بعد غياب 12 سنة عن 20 سنة عفوا 20 سنة عن القارة السمراء. طيب تقرير مهم، تفاصيل مهمة في هذا التقرير، لأنه زي ما بقول لحضراتكم تحضيرات على قدم وساق لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي. فعاليات كتير، جلسات كتير، ضيوف كتير، حاجات كتيرة قوي. بس تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتواصل مع حضرتك. بعد نجاح مصر الاستثنائي في إحداث نهضة حضارية وتنموية شاملة خلال 10 سنوات، تستضيف القاهرة النسخة 12 للمنتدى الحضري العالمي WAF 12، والذي يعود للانعقاد بإفريقيا بعد غياب دام 20 عاما، كثاني أكبر مؤتمر دولي على أجندة الأمم المتحدة والحدث الأهم المعني بالقضايا الحضارية والتنمية المستدامة بمشاركة 160 دولة وأكثر من 20,000 من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ينعقد المنتدى في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية. انضم معنا في الحدث الأضخم من نوعه وشارك في أكبر منصة عالمية لتحسين جودة الحياة. ومن أجل تحسين جودة الحياة، خليني أرحب بسيد سفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضري. مساء الخير يا سيد سفير. أهلا، مساء الخير يا فندم. واضح أنه التجهيزات قوية، أنت بتتكلم في عودة بعد غياب 20 سنة عن القارة السمراء. كلمني عن التجهيزات، كلمني عن الوفود، كلمني عن أهمية هذه العودة بعد إذنك يا سيد سفير. تفضل يا فندم. التجهيزات على قدم وساق فعلا، اجتماعات يومية ومتابعات يومية، وكل وزارات مصر مشتركة في هذا الحدث الهام. المنتدى الحضري العالمي ده تاني أهم حدث على أجندة الأمم المتحدة. نعم. لكن في نفس الوقت هو المنصة الأولى في العالم اللي بتتعامل مع القضايا الحضرية. أيوه. وهذه المنصة بتضم أكبر تجمع من الخبراء والقطاع الخاص والمتخصصين والممارسين والحكومات والمؤسسات الدولية. علشان تناقش التحديات الحضرية وتضع لها حلول تتماشى مع أهداف التنمية المحلية والتنمية المستدامة. أيوه. وأهمية هذا المؤتمر بالذات في مصر. أيوه. إنه بيضم 560 فعالية. ياه، ده رقم كبير قوي. رقم كبير جدا. رغم إنه هو 4 أيام. وجلسات مهمة جدا، ملتقيات جماعية، موائد مستديرة. أيوه. والأهم إن في جلسة استثنائية لمصر خاصة بيها تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية. هايل هايل. أيوه اتفضل. ده ينبع أهمية المؤتمر من ده. وحاجة تانية كمان، إن ده تاني أهم مؤتمر مصر بتستضيف أهم مؤتمرين على أجندة الأمم المتحدة في خلال سنتين. صحيح. يعني ده بيظهر قدرة مصر على استضافة منتدى أممي آخر رفيع المستوى. أيوه. وده يعبر في الشكل العام على ثقة المجتمع الدولي في القدرات المصرية. نعم. وبيعبر عن استقرار الدولة. لسه كنت هقول لحضرتك، دولة تعمل مؤتمر زي ده رسالة واضحة، ربنا يديم علينا للاستقرار والاستمرار يا رب. بالضبط. نعم. ده مهم جدا. نعم. بالنسبة لمصر. أي. وكمان هو المنتدى هو فرصة عشان نعبر عن النهضة الحضارية اللي بتشهدها مصر. مهم. صحيح. برامج التنموية اللي بتطبقها، الخدمات الاجتماعية الصحية. نعم. نعم. اللي بتشهدها مصر في الوقت الحالي. نعم. إيه؟ زي ما سيادتك قلتي في القاهرة. القاهرة دي تاريخ وتراث وعراقة وإمكانيات. نعم. وأول مرة منتدى يعقد في مدينة عدد سكانها 20 مليون نسمة. لم يحدث في المؤتمرات السابقة أو المنتديات السابقة قبل كده. ده مهم. وبقى كمان عدد المتابعين. نعم. المنتديات دي، يعني المؤتمر المنتدى الأخير اللي عمل في بولندا. لأن عدد المتابعين 4.5 مليار، يعني ناس مهتمة جدا. ياه، 4.5 مليار تبعوا هذا المنتدى على مستوى العالم. ده بيؤكد أهميته جدا. الناس كلها مهتمة بالتطور الحضري والتطور العمراني. أي ده فكر مهم جدا طبعا.
طبعا. ممكن اضيف على كده المعرض بقى اللي هيتعمل المعرض الحضري. ايوه. ما يقارب من 130 مشارك هيعرض تجاربهم. ده بيبقى زي نافذه كده لتبادل الخبرات والمصالح. نعم. دول كتير جدا مشترك، الصين والمانيا والهند وفرنسا والسعوديه. هايل هايل. ده واضح كده ان الاربع ايام دول مليانين شغل ومليانين حاجات كتيره جدا، علشان كده يعني بنقول ان الشغل على قدم وساق. بتمنى لحضراتكم التوفيق، وهنتابع معاكم يا فندم. اسمح لنا نتابع معاكم كل الفعاليات، لانه مؤتمر في غايه او منتدى في غايه الاهميه. اشكرك شكرا جزيلا سيد سفير عاطف سالم.